هنروح لايه؟ الاخير معانا في المحلي، ثلاث ميداليات للاعبي مصر في بطوله اوغندا الدوليه للريشه الطائره البارالمبيه، زي ما بنتابع الاصحاء هنا في برنامج الابطال كتف بكتف في الحركه البارالمبيه المصريه، دول حقيقه الابطال اللي بجد واللي بحق والابطال اللي بيتحدوا المنافسات وبيتحدى الاعاقه اللي بتبقى عنده، ولكن احنا ضيوفنا كتير كانوا بارالمبي هنا، الحقيقه ما حسيتش اللحظه بالعكس، حسيت عندهم الاراده اكتر بكثير من الاصحاء. لعيبه منتخبنا الوطني الريشه الطائره لذوي القدرات الخاصه قدروا ايه يحققوا ثلاث ميداليات في بطوله اوغندا الدوليه واللي اتلعبت في من ايام في العاصمه الاوغنديه كامبالا. البطوله من البطولات المدرجه على اجنده الاتحاد الدولي واللي طبعا بتدي نقاط كثيره للفائز بها في سباق التاهل للبارالمبياد باريس 2024. فنلاقي شيماء سامي دايما يعني الاسم ده خليكم حافظينه شيماء سامي حققت الفضيه في منافسات الفردي بعد خسارتها قدام بطله الهند بصعوبه كبيره ونتيجة 2 واحد وكانت قريبه جدا من الفوز بالضحك. وقدر زميلها عاطف عبد الكريم انه يحقق الميداليه البرونزيه في منافسات الفردي برضه بعد خسارته من قبل النهائي في قبل النهائي قدام بطل ايطاليا. سامعين الدول الاوروبيه مشاركه لانها مفتوحه. اما الميداليه الاخيره فكانت من نصيب الزوج المكون من وليد عبد الغني ومحمد شعبان بعد ما خسروا في قبل النهائي قدام زوجي هندي واذربيجاني. البطوله دي كانت استعداد قوي لمنتخبنا الوطني واللي هيشارك في بطوله افريقيا لذوي القدرات الخاصه واللي هتتلعب في اوغندا برده في الفتره من 16 من 11 لحد 16 يوليو اللي احنا فيه يعني هم هيطلعوا من دي هيخشوا دي اتمنى طبعا كل التوفيق ليهم على فكره اوغندا من المنتخبات القويه الحقيقه في الريشه الطائره الاصحاء والبراندين عشان كده عشان كده دايما بيتعمل فيها بطولات دوليه بشكل دوري لان عندهم لعيبه كويسين زي ما انتوا حضراتكم شفتوا بطل ايطاليا مش عارف بطل اذربيجان كل البطوله دي مفتوحه فكل الدول اللي في العالم جت تلعب في اوغندا